السؤال الأول أبو أحمد، ما هو الفرق بين الاحتفالات في الزمن السابق واحتفالات هذه الأيام؟ طبعا يعني هذه يراد لها واحد شوية في عمر متقدم، ولكن أنا بتكلم عن الحقبة اللي عشتها. يعني أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، كانوا في الفترة السابقة يحيون الأمر بما توفر لديهم من أدوات ومن طاقات، والآن بنفس الطريقة، ولكن هنا النية الصادقة والمخلصة هي الأهم. متى كانت بداياتك في أول أبو أحمد؟ البدايات كانت في موكب العزاء أو في الإنشاد؟ في الإنشاد. متى كانت؟ في مسجد الشيخ إبراهيم، طبعا كنا في التعليم الديني، وكان المحفز لهذا العمل الأساتذة الأفاضل، الآن منهم موجودين الأستاذ يوسف، الأستاذ أحمد حسن عيسى، والجماعة اللي كانوا موجودين في إنشاء فرق إنشاد. وكان للأمانة، كان قبل ما أنا أخذ فرقة الإنشاد، كان الأخوين الأستاذ موسى، الأستاذ سعيد موسى والأستاذ جميل، كان عندهم فرقتين يشاركون بها في الأناشيد. عقب طبعا أنا تسلمت الفرقة كمدرب للفرقة. شاركنا بتحفيز من الأستاذ إبراهيم حسين رحمة الله عليه، كان في ياخذنا إلى بعض الأماكن في البحرين، الحورة والمنامة وبعض المناطق، لي يعني يساعدنا ويحفزنا على أن نضع قدمنا في الإنشاد. ممتاز. بما اقتديتم من خدام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ كرادود، يعني كانت في الفترة اللي كنا فيها، كان الطاغي هو الطور العراقي أو العزاء العراقي، ولهذا كنا نقتدي بهم، لأنه يعني ما كان العزاء في البحرين له مثل هذا الزخم الآن ليبرز أحد في على الساحة ونكون مقتدين به، ولكن كنا نأخذ من العراقيين الأكثر لأن كانت منتشرة في تلك الفترة. السؤال الخامس، ما هي المواقف الخالدة أو التي لا تنسى مع الفرق الإنشادية أو حتى في الموكب؟ الفرق الإنشادية طبعا كان للأستاذ إبراهيم حسين دور رحمة الله عليه في أنه كان يعني في تحفيزه، وهذا لا ينسى. أستاذ عبد الحسين سلمان كان في ذيك الفترة، كان أيضا أنشأ أو كتب اللي هو النشيدة نحن ونطال عمرنا كلنا جند سيدي، كان لها زخم في تلك الفترة، وانطلقنا بها إحنا كفرقة وانتشرت على مستوى البحرين. بلا شك أن في أي عمل هناك عقبات، ما هي العقبات التي واجهتك في بداية الانطلاق سواء على مستوى الإنشاد أو الموكب؟ هي لم تكن عقبات كم مثلما أنها كانت في تلك الفترة، كان التعليم ذاتي وكان التوجيه يعني يعتمد على شخصك، يعني أنت كلما ثابرت وكلما عملت أنتجت. الآن يعني الفرصة متاحة أكثر للاحتضان، للتعليم، للتدريب، للتحفيز. كان في السابق يعني التحفيز أكثره ذاتي واعتماد على النفس. مهرجان الأنشودة الإسلامية، حدثنا عن مشاركاتك فيه أو الدور الذي قمت فيه. مهرجان الأنشودة الإسلامية أول ما انطلق كان في قرية النويدرات في العام 1997، شاركت فيه 6 فرق على مستوى البحرين، من ضمنها كانت اللي هي فرقة أبناء الزهراء وأبو الشهداء. فازت في هذا المهرجان فرقة أبناء الزهراء، وكنت أنا كدوري كان فيه كمحكم في لجنة تحكيم للإنشاد. أبو أحمد، هل شعرت يوم ما أنك بحاجة لترك العمل في خدمة أهل البيت أو أخذ قسط ولو قصير من الراحة؟ يعني هذا السؤال لما عرضوا علي الجماعة، يعني كان يعني هو يعني أشعر بغصة لما يقول لي واحد هل تترك العمل الإسلامي في جميع المجالات، إن كان في الموكب أو إن كان في الإنشاد أو إن كان في الدعاء أو في أي جانب من هذه الجوانب، وأرى بأن كل الوجوه الطيبة الموجودة أمامي بأنها لو سئلت هذا السؤال لن تترك خدمة أهل البيت. نحن في كنز ولدينا كنز، كيف نتخلى عنه؟ إن كان في الموكب أو إن كان في الإنشاد، أنا لا أتكلم عن الميكروفون يعني مسكي في الموكب، لا أتكلم حتى حضوري
حتى حضوري في المأتم هو كنز لي، لأن لا ندري في أي لحظة يخطفنا الموت، وهذا رصيد لن نتنازل عنه. فعلا خدمة أهل البيت هي الكنز الأكبر الذي نمتلكه نحن على وجه هذه الأرض. أبو أحمد، حسب تقديري أنكم من الأشخاص الذين روجوا لمشروع تعليم تجويد القرآن، هل من ممكن أن تحدثنا عن بدايات هذه الفكرة وما حفزكم لها؟ الفكرة انطلقت أيضا من المسجد مع الأستاذ أحمد حسن عيسى الله يرحمه، كان هو المحفز الأول لي وللمشروع. كان يرى بأن من تلك الفترة كان يرى بأنه في تقصير في اتجاه اللي هو تعليم تجويد القرآن. هو لا يقصد أنه تجويد القرآن لتجويد القرآن، لا، القرآن بشكل عام. كان الدور القديم كان المعلم، وبعده يعني هو رأى بأنه هناك تقصير، فهو حفزني على أني أدخل هذا المجال. فعلا دخلت درست فيه، بعد أن درسني درسته في المسجد شيخ إبراهيم، بعده انطلقت لي التعليم، تعلمت الرواية، وبعده يعني درست. أذكر في فترة من الفترات كان حلقات أيضا للتعليم في شهر رمضان تحديدا صارت. طبعا هو إذا تكلمنا عن الفكرة، الفكرة انطلقت يعني بيننا في المسجد، وكان الأستاذ أحمد حسن عيسى هو الذي دفع بها، وبعدين احنا انطلقنا. بقي سؤال واحد أخير، بلا شك كرادود أو كمنشأ، ما هي الصعوبات التي تواجهكم مع الشعراء؟ أولا أشكر وأجل شعراء القرية لتضحياتهم وتفانيهم طوال فترة العمل الذي عملناه معهم. كانوا ما يقصرون، لا يقصرون، ولكن كان في الموكب والإنشاد يراد له نوعية من الشعراء، يعني لتعدد الأوزان، في بعض الأحيان تكون غير موزونة في بعض الأوقات، يعني كانوا يتكيفون ويا كل موقف. هناك من الشعراء المخضرمين الكبار الذين نجلهم في القرية أيضا، يعني حاولنا أخذنا منهم اللي هو الشعر العمودي وألقيناه في العزاء، ولكن كانوا يجدون صعوبة في الأوزان المتعددة. ولكن في الفترة الأخيرة لا أقول تقصير، وإنما انشغال، لعلهم يكونون منشغلين، لأنه في الفترة الأخيرة فعلا وهذه رسالة أوجهها للشعراء، ما دمنا نرجع للسؤال اللي سألته، الخدمة، بأنه نحن في كنز، مهما تعرضنا له من ضغوط يجب علينا أن نعمل تحت أي ظرف، وخاصة الشعراء. أشكرهم وأدعوهم للبذل والتعامل مع الظروف. أشكر أستاذي أبو أحمد على هذا اللقاء القصير، وأتمنى أن يكون لقاء نافع يستفيد منه الحضور والشعراء المنشدين والشيالين أيضا. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.